السلام عليكم أصحابتك وسودو هذا الشلل كي قوامنا كورنر وحائذين رجينا إن شاء الله قريعة في ماد ميلو الباجوكتان فيديو قمات إن شاء الله وحائذين صوب النقاية فإيدوين كحبوبتان أما بذورتان لدى هاي بذور أشياء بذور أشياء فإيدوين بضم بيلا إذا هاي السيبة قفكي شعال إسعاتين تاي ميسان لمستا مركا إلى صعد فيديو طبعا ساو جيدين حبوبتان اما بذور اشياء بال لها اما شيا سيدز ان سام بوقتها سيدي سيسين تيار يركا عمل او ايضو مذوء ان حبوبتان وحاكي الكرتين بكارة ايضو محاها ماشا جيدة جيدة هلو قضى ان عاد قالي وما اها سيدة وكالو حاكي الكرتين سوق حياة ايضو سجل ايه تان اني امد انا صوقتي وعبر ان حاكي الكرتين ايضو سجل ايه حياة سوق حياة سيدا أجدين أن حبوبتان أن ميسان كذا أن أيضا محا هذا أن عبر إيه أن واد هيل كرتين أيضا سجلنا وحكي ليسين أن سوق حياة لو بقابلو استعماله أو ميسان لمستق إذن كعاون يسو وحاوا قاب وقه الرأيو أن بيال لقو قصته أن قاب كان وحوكو في عيا هاي دادك ربا قاد إن ميسان إسكاقر لمان أو محا هذا ما ينتي ورنان قاجة إيسان قبن وحاد كينا يسا بكيري بياء أو قندعا حوغا أم حيث آد أكلو اللين وحاد كوالاقي يسا حل قاد أو حبوبتان أما بذور أشياء آد كوالاقي يسا طبعا بذور تامركا استعمالي سيد إسلام مركي إنا ولاق كوبا دي سيد واي آد إنا ولاق دي واي محاجر لي هوس سيد أفريسا هوس دي فريسا تو ما في عنا وحال ربا إنا مرو البابا قاد دي كوالاق دي وأجدين بيها آد على كوالاقا يا مركا سفعا كوالاق دي بيها عبار بعد ليجيسين مدة 8 دقيقة عمل بعد ليجيسين عبار مركا ولاقدين بيها كولاقدين حبوبتان وحاد أركيسين حوغا إني دين يالتي وحاد أقصوغيسين إلى مدة 8 دقيقة عمل قد ميل ليجيسين كدب بعد استعماليسين فإذا دي إليه ذاهم حيث هاي حاجة ميسان لمستا بيها هدا عبتد وحاد دريم إيسا درق قاجك وما قبان عيسو مركا عبار كوالا قدين او لكتين ميل وحاد كو دريسين حوغا لين دانان اه حوغا غاس لين دانان كا وحو كعاونا يا سيدو كالي ان اي شهية داد ام عبتايت كا وحوغا او كا حرمو او انتا قراعا لهيد عيو مركا قراعا لهيد قراعا غاد اي دبو دعضو عدا ربتيد وقت كو داران كرتا قاد دمالا ولكن عني قاد دمالا بكو مدر سيدو كلية بيها ايو شي ان حل قاد حبوبتان ايو حوغا لين دانان قاب كبيهان لو استعمال عيو هذا مدة إن لبويك صبح كستو عدقو أفكا على قبق أو وح آذر عبين بيها كو أف بلا بانيسا مدة جوغ يسا كدب القراع مركا محل أباها تدعون يسا طبعا أبتايتك محل كو في عانت أبتايتك كاحر يسا قراء مؤنا أباها نيسا إلى مدة إنا وحبون تد
بعد الله استعماله ان حبوب تان او بذور اشياء على له وحاول ان ايدها لفتر كذا قراع كبيرة قاكا وقاب فضود قراع يرى فضود او محا سيدي ان بورشكا لكن بدل كذا وحا استعمالينا بذور شيدان ان وحا كينيسا حوغا يرى عانا ان هاف كوب عملا لبقى دوق بحبوح دو اواوين اد حاك ولاقيسا ان بذور اشياء عانها ان وحا رأينا لو فات هادان هدا اوودد هدا اوودين عانا عادي اسكا قدر سنكرتا عانا هاس عادي قاب بذور شيدا مركا كدر تيد مر والبوا ولاقيسا محا سيدي لمر وإن أي هوس فريستو ولاقد كوادينا سا مركا كوبادي سيد ولاقا إلا أدرين تيد حوغا إن أي عانا هاد لحقلين مركا ساس لو قصو إن عانا ها لكود أحشوبو إن محا كودر سن كرتيد أما إن قرفا أما وحا كودر سن كرتين فانيلا سيدا وكالي هاد دايج عشي معان وحا كودر سن كرتين قاعد دمالبا أما سكرت دايت كيه waad isku laaqaysiin kadib waad dabooleysiin waxaad gelinaysiin frinjeerka muddo 5 saacadood ilaa habeen kaamila habeenka inta qastiin subaxii waad ku quraacan kartiin dabcan buduurta aan faa'iidooyin badan bay leedahay waxay u fiican tahay saxada aan wadnaha sidoo kale kolesteroolka bay u fiican tahay sidoo kale waxay ku caawisaa miisaan dhimista maxaa markay buduurta aad cuntid ama cuntadaada ku darsatid waxay u fiican tahay in appetite-ka bay ka xireysaa marka miisaan ba ka dhacay sidoo kale waxay leedahay in fiber ama alyaf waxa la dhaho caloosha bay jilcinaysa dadka oo ka sheegta diet-ka oo dhahay mar walba diet waa sameynaa caloosha yaani miisaan naga dhaco waxa sabab ah caloosha day fadhido miisaan wax akiid ah inuu san ka dhacin sidoo kale waxay ku fiican tahay xabuubtan ama buduurtan waxay ka calcium ba ka buuxo waxay u fiican tahay حقا محي هذا اللفها دسمها اللفها سيدو كلا وجيغا ايو محي هذا كوركا قرحنتو دو اد بي فايدة اغلا هاي سيدو كلا وحي اوفي عانتا هاي سوكورتا ديغا بي نظام السار waatana subaxii maalintii markaa kala soo baxay frinjeerka waxaa ku darsaday korka oga saartay xoogaa cambaa waxaad yeeli kartaa korka waxaa ka saaran kartaa xoogaa moosa choice kaaga waaye sidii waxaa levyaniyada camal bay noqonaysaa xoogaa texture-keeda ama maxay heeda qaabka ay noqoto xoogaa culays bay noqonaysaa saa u jeediin faa'iidooyin badan bay leedahay waxaa idinku dhiirigelinaa inaad tijaabisiin waa kana fiidiyowga maanta waxaa jeclaa inaad ka hesheen like iyo share iyo subscribe anaga ilaabina qayr idina janaa meel walba aad joogtaan assalaamu calaykum